السلام عليكم الخوت ديالي الخواتات الحبابات، وحشتكم بزاف. الوقت هادي ما درت والو، القناه ديالي ما باغاش تطلع، ما عرفتش علاش، كانت فايته مضروبه قبل رمضان وما طلعتش باغا تطلع. ونطلبكم فضلا ليس امرا، ديروا جيم وشاركوا مع العائلات ومع الحباب ومعكم فيديو جديد ونهار جديد. هانتوما كيف ما تشوفوا هذا اتاي غنطحنوه، هذا الرز هو انا طحنته، ها هو كيف ما تشوفوا. هذه المايسينا ديك ديال الدره، ها هي انا غادي نطحنو وغنديرو ماسك الوجه تحيد الارهاق، تحيد داك الشعر الرقيق اللي ما تيبانش حتى هو في الوجه، وتحيد داك الحرق ديال الشمس كلها. ها نتوما معايا وتبعوا معايا وتكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر، جزاكم الله. راه القناه ما باغاش تطلع، ها نتوما معايا وانا غنقول لكم. ها نتوما اتاي، ها هو درتو تيطحن، ها هو كيفاش تيطحن. ها هي الميسينة ديالنا حتى هي، انا غنبدا نطحنها كيف ما شفتو. طحنت اتاي، طحنت اتاي، ها هو فينا هو، ها هو دابا غنطحن هذه صافي. وها نتوما تبعوا معايا من الاول حتى الاخر. انتم اخوتي كيف ما تتشاهدوا معنا، هذه هي ديك المايسينا، ها هي، هذا اتاي اللي طحنت، ها هو تا هو، هذا الروز تا هو اللي مطحون، ها هو هذا، المهم كاس صغير ديال الحليب، ها هو. ودابا ديروا فوق النار وخليوها مهيله. ها نتوما تبعوا معايا، راه تجي رائعه البنات. ها نتوما كيف ما تشوفوا المتبعات ديالي، ها هو طفيت على الخليط ديالي، دابا هنا غنخليه تيبرد وهنا معاكم. المتبعات ديالي الاوفيه العزاز الغالين، ها نتوما كيف ما تشوفوا كيفاش الخليط ديالي، ها هو، ها هو قليته برد وانا غنبدا ندير فيه الوجه ونوضو صوبو. ما شاء الله راه تيحيد كاع داك الارهاق، تيحيد داك الزروقيه اللي تحت العينين، تيحيد بزاف. يلا نوضو المتبعات ديالي وتهلاو ليا فروسكم. يلا تيكيرو، تنبغيكم بزاف، تيكيرو تنبغيكم الحبابات الغالين العزاز.